السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ وحشني جدا. احنا النهاردة هنتكلم على حاجة اسمها الرحمة. يعني ايه رحمة؟ هقول لكم دلوقتي. نحكي الحكاية الاول، بعد كده نقولها يعني ايه رحمة. ماشي، يلا بينا. طيب، كان يا مكان في يوم من الايام كان في بنتين اسمهم ايه؟ سارة وعلا. علا كان عندها خروف جميل جدا، فسارة بتقول لها: انت ليه بتحبي الخروف بتاعك دوت؟ قالت لها: عشان هو لطيف مش بيأذي اي حد. طيب، قالت لها: بس انا بخاف من الخروف ده، بس انا هحاول العب معاه شويه، تعالى هجرب كده العب. وجريت بقى وراه بسرعه، وقعدت تشد الصوف بتاعه، تشد الصوف بتاعه، وتجري كتير وراه، تجري كتير. تعب الخروف جدا جدا من اللعب الوحش اللي ساره بتلعبه ده، كان لعب ما فيش فيه رحمه خالص. فقعد تعب خالص، وعلا زعلت منها، قالت لها: ما ينفعش تلعبي اللعب الوحش ده مع الخروف بتاعي، مع اي حيوانات ما ينفعش نلعب معاها لعب وحش كده، دي كده لعبه ما فيهوش رحمه، ولازم نعمل مع كل الحيوانات نتعامل معاهم برحمة. يعني ايه رحمة؟ عشان يعني نعمل معاهم بالراحة، نلعب معاهم بالراحة، وما ايه وما نأذيهمش. يعني ما ينفعش نشد الصوف بتاعهم، لو في قطة ما ينفعش اشد الديل بتاعها، لو في اي حيوانات ما ينفعش اضايقها كده، مش ايه مش رحمة. فسألت لها: خلاص خلاص، انا مش هلعب لعب كده ما فيش رحمة تاني، انا هلعب بعد كده بالراحة مع الخروف، مع اي ايه حيوانات، وهعمل ايه رحمة. طيب، يعني ايه رحمة؟ احنا قلنا كده يعني ان انا اعمل العب بالراحة مثلا مع الحيوانات. طب لو حد محتاج مساعدة اساعده، يعني مثلا لو اخواتي محتاجين مساعدة اساعدهم، لو حد فقير مش عنده اكل اديله ايه؟ اديله اكل، يبقى كده انا عملت رحمة. لو حد وقع على الارض كده ايه؟ رحمة. طيب، انا هوريكم دلوقتي صور، انتوا تقولوا لي دي فيها رحمة ولا ما فيهاش ايه رحمة. لو الصور فيها رحمة اعملوا كده، ماشي، ولو حاجة مش فيهاش رحمة تعمل ايه كده، يعني حاجة غلط. تمام يا اصحابي، يلا بينا. طيب، ها، لو انا مثلا صاحبي وقع من على العجلة وانا ساعدته وقومته، يبقى انا كده عملت رحمة ولا مش رحمة؟ رحمة فعلا، برافو. طيب، لو مثلا حد بيضرب القطة كده، دي رحمة ولا مش رحمة؟ لا، مش رحمة طبعا. طيب، لو حد مثلا بيدي حد فقير ايه اكل او هدوم او اي حاجة، يبقى كده هو بيعمل ايه؟ رحمة ولا مش رحمة؟ رحمة فعلا. طيب، لو 2 اصحاب بيتخانقوا، دي رحمة ولا مش رحمة؟ ويضربوا بعض، لا مش رحمة طبعا، دي كده مش رحمة خالص. طيب، لو حد مثلا كبير وانا ساعدته، جبت شلت معاه حاجات مثلا، او جبت له مثلا مية او لأي حاجة، او ساعدته بأي طريقة، يبقى انا كده ايه؟ عملت رحمة ولا مش رحمة؟ عملت رحمة، برافو. طيب، لو في قطة انا طبطبت عليها بالراحة وهي صغيرة وجبت لها اكل، ها، يبقى انا كده عملت رحمة ولا مش رحمة؟ رحمة فعلا. طيب، اخويا العب معاه ازاي؟ هي العب معاه ولا اوقعه من على اللعبة واخد اللعبة منه؟ انهي كده رحمة ولا مش رحمة؟ لما بلعب معاه يبقى ايه؟ يبقى رحمة، برافو عليكم. طيب، لما ساعد ماما او بابا في البيت وايه انضف معاهم واروق الشقة معاهم، يبقى انا كده بعمل رحمة ولا مش رحمة؟ بعمل رحمة. يبقى كل دي حاجات فيها ايه؟ رحمة. لازم كلنا نعمل ايه؟ رحمة كتير جدا جدا، وايه؟ عشان ربنا يحبنا. وسيدنا محمد، عارفين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال لنا ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله. يعني اللي بيعملوا رحمة ربنا كمان هيرحمهم وهيساعدهم، اللي بيساعدوا الناس ربنا ايه؟ هيساعدهم. يلا نقول كمان مرة: الراحمون يرحمهم الله، الراحمون يرحمهم الله. كمان مرة: الراحمون يرحمهم الله. خلاص يا أصحابي، عايزين نعمل رحمة كتير جدا جدا، وإيه؟ ونساعد كل الناس. خلاص يا أصحابي، ماشي يا حبيبي، مع السلامة.